الاخوات ودير الله راه كلهم الاتحاد المغربي معنا كنحيوهم وكنتمنوا الجدد اللي معاهم صامدون والاعلام الاخوان ديال الاعلام كنشكر الاخوان ديال الاعلام اللي كيواكبوا معنا المحطه وشكرا لهم جميعا. التصعيد التصعيد هذا صوت القواعد 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 التصعيد منادلون صامدون صامدون الجمعيات 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 منادلون صامدون الجمعيات منادلون صامدون صامدون الجمعيات منادلون صامدون صامدون الجمعية مناضلون صامدون صامدون الجمعية مناضلون صامدون صامدون الجمعية مناضلون ربيع إزيكي الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. جينا اليوم كنقابة مساندة وداعمة للحركة الاحتجاجية ديال الإخوان ديالنا والأخوات ديالنا ديال الجمعية ديال المديرين. فهاد الاطار هذا فاحنا كجامعه وطنيه للتعليم كنحضروا اليوم وكنرفعوا مع الاخوات والاخوان الصوت ديالنا الاحتجاجي لتلبيه جميع المطالب ديالهم المذكوره في الملف. كما اننا كجامعه وطنيه للتعليم وكمكتب اقليمي ديال الساده النقابه الوطنيه للاداره التربويه فهي حتى هي كذلك حاضره اليوم كقوه داعمه لهذه الحركات الاحتجاجيه. فنتمنى من الوزاره ومن خلالها المديريه الاقليميه والاكاديميه النظر لهذا الملف المطلبي ديال الساده المديرات والمديرين والتسريع بتلبيه جميع المطالب ديالهم وعلى راسها تغيير الاطار. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا في هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي دعت لها الاداره التربويه بجميع مكوناتها سواء تعلق الامر بالساده المديرات ومديرين المديرين بالمغرب او كذا الساده حراس العامون ورؤساء الاشغال وجميع الفئات المعنيه بالاداره التربويه. من هذا المنبر اولا اود ان اشكر هذا المنبر الاعلامي نتاع انفاس اللي عطانا هذه الفرصه هذه لكي نعبر عن ما نسميه احنا الحقره اللي تعرضنا لها وعدم اصدار المرسوم في الوقت ديال المحدد كما وعد السيد الوزير في سنه 2019. من هذا المنبر اقول للسيد الوزير ها نحن يا سيد الوزير لقد انجحنا مجموعه من المواسم الدراسيه وها هو هذا الموسم الذي جاء 2020-2021 بتقله مع جائحه كوفيد وما تعرض له الساده المديرين والساده الحراس العامون من هذه التنكيسه من هذا الوباء اللي تنطلب الله سبحانه وتعالى ان يبعده لنا. ها نحن كذلك صامدون ونحن في انتظارك ونطلب منك ونجد طلبنا ان تصدر فورا المرسوم التي وعدنا به. وتحيه لكم تحيه الانفاس. هذا الاستاذ جمال بعشالي الاستاذ جمال بعشالي في ثانويه التقدم بمراكش. السلام عليكم عضو المكتب الوطني وتحيه لكم جميعا شكرا. لن انسى ولو اعدموني حقوقي تنفع في عروقي.
عبد الغني النعامة عضو المكتب الإقليمي لجمعية مديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب بمراكش. من أبرز دواعي هذه المحطة النضالية هو استنفاد كل الطلبات وكل الوسائل الأولى للحوار، واستنفاد كل الخطوات النضالية الحضارية، مما جعل المكتب الوطني بمعية المكاتب الجهوية والإقليمية تصدر برنامج نضالي للمطالبة بشيئين أساسيين. الدرجة الأولى اللي هي الكرامة، كرامة رجل الإدارة، رجل التربية. الدرجة الثانية هي إحداث إطار خاص بهذه الفئة من أطر التربية والتعليم التي تتحمل مشاق وأدوار هامة وكبيرة جدا في تدبير الشأن اليومي لمؤسسات التربية والتعليم. وهذا الوقفة اليوم ما هي إلا خطوة أولى في طريق ربما قد يكون طويل في حالة لم تستجب الوزارة لمطالب هذه الشغيلة ولمطالب هذه الفئة. وشكرا.